وبشأن تصريحات البارزاني وغيرها من الأمور التي تخص إقليم كردستان العراق وبغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف هادي جلو مرعي الكاتب والمحلل السياسي. سيد هادي، مرحبا بكم. يعني السيد مسعود البارزاني يقول إن سياسة فرض الأمر الواقع لن تغير هوية المناطق الكردية خارج كردستان، كيف تابعت وقرأت هذه التصريحات سيد هادي؟ نعم، مساء الخير. شكرا جزيلا. اكيد التصريحات الكرديه تنسجم ومبادئ وتوجهات عائله السيد مسعود برزاني، كما تعلم هي من العوائل المتشدده قوميا، وهي تسعى باتجاه فكر ومواقف تختلف تماما عن العديد من الاطراف الكرديه الاكثر قربا من بغداد، كالاتحاد الوطني الكردستاني بزعامه الراحل السيد جلال طالباني، والاطراف التي تفاوضت مع بغداد ايران فتره السيطره على كركوك في 16 تشرين الاول الماضي. وبالتالي هذه التصريحات كما قلت تنسجم مع الرؤيه الثابته والمواقف المعلنه من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، والتي ايضا هي امتداد لمواقف الملا مصطفى البرزاني والقيادات الكرديه في التسعينيات القرن الماضي والثمانينيات، وصولا حتى الى ايام تاسيس الدوله العراقيه سنه 1920 والعهد الملكي والمشاكل التي حصلت في تلك الفتره. لذلك انا اقول ان هذه التصريحات لا ترتبط ب مساله ان هنالك تغيير للواقع الذي حصل بعد 16 تشرين اول الماضي، ولكنها هي عباره عن تعبير عن ايمان داخلي بنوع القضيه الكرديه ونوع الايمان الكردي بهذه القضيه. والا فكركوك ومصاصي النفط وابار النفط عادت تحت سيطره بغداد، والان يجري الحديث في العاصمه بغداد عن اعاده او توجيه مصاصي كركوك لكي تضخ باتجاه المنشات النفطيه العراقيه بعيدا عن اقليم كردستان وتصنع عن اقليم كردستان، وهو امر وقرار صدر من الحكومه العراقيه. وانا سمعتك تتحدث عن ان ما يجري في اقليم كردستان من نوع المنافسه وكذلك من التجاذب بين حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني الديمقراطي الكردستاني في اربيل. يشكل نوع من الارتياح لبغداد. وسبب ذلك يعود طبعا الى انه هذه المشاكل بالتاكيد ستجعل بغداد اقوى وتخفف الضغوط عنها، لو كان الاكراد موحدون ربما كان. طيب سيد هادي، سيد هادي، في هذا الاطار نستثمر وجودكم معنا في هذا الاطار، في اطار التصريحات مثلا. يعني المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمود محمد قال ان حل حكومة كردستان العراق ستؤدي او سيؤدي الى حدوث مشاكل كبيرة، تعتقد ان كردستان قادر على مواجهة الصراع مع بغداد في هذه المرحلة تحديدا؟ لا، هو شوف الحديث الان، الحديث الان ليس عن موضوع بغداد. اقول لك مساله. طيب. طبعا اولا فيما يتعلق بالشان الكردي الداخلي، يعني الاكراد الان يعني رؤيه كرديه داخليه ليس من مصلحتهم ان يسقطوا حكومه اقليم كردستان ويشكلوا حكومه كما كانت تدعو بعض الاطراف السليمانيه مثلا كحركه تغيير او بعض الحركات كحزب الجيل الجديد، لان ذلك ربما سيحدث مشاكل اعمق في اقليم كردستان وقد يحدث مواجهه بين الفصائل الكرديه، ولذلك هم يريدون ان يهدوا الاوضاع ويمتصوا المعارضه والمشاكل ويحاولوا ان يقللوا نسبه الخسائر التي تعرض لها اقليم كردستان بعد استفتاء الاقليم وفشله ثم استعاده بغداد للسيطره على كركوك ومناطق متنازعه عليها. اما موضوع التوجه نحو بغداد فهذا امر مرتبط بسياسه كرديه يجب ان تكون متوازنه. لماذا؟ لان الذهاب الى بغداد دون موقف كردي موحد قد يضعف اكثر موقف كردستان، وبالتالي الاكراد الان يناقشون وهم غير مستعجلين بالضروره فكره ان يكون هناك وفد موحد يتبنى فكر كردي واحد وليس فكر كردي متعدد، اي انهم يحاولون ان يحدثوا مقاربه بين افكار المعارضه الكرديه وافكار الحكم في اقليم كردستان في اربيل. يعني الطرف المتشدد والطرف المعتدل يريد ان يحدث مقاربه لكي لا تستمر الخسائر والنزف. سيد هادي، لو انتقلنا إلى طبيعة العلاقة ما بين كردستان العراق بشق حزب مسعود البرزاني وبين التحالف الوطني، يعني على سبيل المثال للحصر النائبة عن دولة القانون عواطف نعمة تقول بأن النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء عادوا لحضور جلسات البرلمان وكأن شيئا لم يكن. هل هذه التصريحات ستزيد من عمق الهوة بين بغداد وكردستان العراق بشق السيد مسعود البرزاني مثلا؟
لا انا اقراها بشكل مختلف، وربما ستشاركني الراي ويشاركني الجمهور الراي، ان عوده النوادي الكرد حتى الذين شاركوا في الاستفتاء بصراحه يؤشر الى انه هو نوع من الاستسلام لواقع حصل خلاص، والحكومه العراقيه والسياسيين في بغداد الذين كانوا يعارضون الاستفتاء والذين لديهم اراء متشدده ضد كردستان او مسعود البارزاني الان بداوا لا يهتمون كثيرا بهذه العوده باعتبار مثل ما كان في البدايه انهم يريدون ان يحاسبوا ويحاكموا ويطردوا النواب من البرلمان. الان الامور اصبحت بشكل اخر باعتبار ان كركوك عادت تحت سيطره السلطه العراقيه الاتحاديه، والابار النفط عادت الى صفه بغداد، والمناطق المتنازع عليها الان يوجد فيها الجيش، بالتالي الان الكل يدفع باتجاه التهدئه او نوع من التهدئه، طالما انه كردستان واقعا خسرت ما كان لديها من نفوذ على تلك المناطق والتي كانت هي عصب الرؤيه الكرديه للسيطره على اقليم كردستان واعلانه دوله، طالما ان كركوك خرجت وابار النفط خرجت من سيطره الاكراد فلم تعد هنالك من قيمه لافكار قيام الدوله الكرديه، وهذا مشروع سيؤجل، وهذا ما يشير اليه السيد البرزاني بان هذا المشروع وان كان مؤجلا لكنه يشكل هما كرديا وقضيه وجدانيه و يعني ترتبط بايمان كردي قديم، لذلك انا اقول انه بغداد الان تركز على مساله السيطره على هذه المناطق، ولا تنسى ان الانتخابات بدات تقترب وهنالك صراع انتخابي كبير وهنالك منافسه وهنالك تحضير لتجاذبات سياسيه وتحالفات سياسيه، وبالتالي هذا الامر سيغطي نوعا ما او يؤجل الحديث في القضيه الكرديه يعني بمستوى العالي. نعم على الحديث على القضيه مستمر. سيد هادي، اذا ما تحدثنا عن الادوار نلاحظ غياب دور امريكي يفسره الكثيرون من المحللين بالضبابي، كيف تقرأ موقف الولايات المتحدة خاصة في موضوع يعني كركوك هي أس المشكلة ويعني أساس المشكلة ما بين بغداد وأربيل؟ نعم هذا الموقف الأمريكي الضبابي في بغداد أو في العراق يعكس الموقف الأمريكي في الداخل الأمريكي، هنالك أيضا ضبابية كما تعلم في الداخل الأمريكي، وهنالك نوع من التناقض بين السياسات الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، وهنالك مشاكل تعتري سياسة السيد ترامب ووزير خارجية تيلرسون في قضايا عديدة، في طبعا هي نفس القضايا في بغداد أو في العراق هي مرتبطة بقضية الملف النووي الايراني، في موضوع موقف امريكا من كوريا الشماليه، الازمه الخليجيه بين المملكه العربيه السعوديه ودوله قطر، وبالتالي الامريكان يحاولون ان يمسكوا بالعصا من الوسط، يحاولون ان يظهروا بصوره المتودد لجميع الاطراف الذي لا يريد ان يخسر طرف، كما هم الان يسلحون حزب احزاب سوريا الديمقراطيه الكرديه المعارضه لبشار الاسد ولتركيا، وفي ذات الوقت يتواصلون مع الاتراك، وبالتالي فلا اتوقع ان الامريكيين سيستمرون في موقفهم الباهت، لماذا؟ لانهم في النهايه يضمنون مصالحهم الحيويه، وما يجري لا يؤثر بالضروره على مصالح امريكا، لان الجميع يتوسل لامريكا. من اربيل، هادي جلو مرعي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.